أخد نموذج قاله الرب يسوع المسيح في العهد الجديد من خلال مثل السامري الصالح، ويذكر لي اتنين من خدم من الرجال المفروض رجال الله وبيخدمه. لما السامري خرج، لما الرجل اللي خرج عليه لصوص وتركوه بين حي وميت، عرض عليه كاهن ومر عليه لاوي. الكاهن ده رجل شريعة، واللاوي أيضا ده رجل خادم في الكنيسة. المفروض لما يلاقوا واحد مدرج في دمائه يعملوا إيه اللي عملوه؟ واحد كان إيمانه نظرة والتاني كان إيمانه خطوة، لكن تركوه كما هو. ناس كتير قوي بالطريقة دي عايشين حياة الإيمان لكن لا ثمرة لإيمانهم، فإيمانهم ميت في ذاته. لأن الإيمان يظهر عمل حقيقي. مفيش شجرة بتتزرع ما تطلعش ثمر، لابد الشجرة بتتزرع لها ثمر. الإيمان زرع في قلبي بعمل الروح القدس يبقى له ثمر. الثمر ده يرجع مش المجد ليا، لا، يقول حتى الرسول كانوا يمجدون الله فيا، يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يبقى هنا من هنا نقدر نفهم الإيمان بدون عمل حقيقي هو ميت. ومش ببذل مجهود، مش بعمل علشان الناس يمتدحوني، مش بعمل علشان الناس بأمشي مصالح زي ما كنت بتكلم في الجزء السابق. لكن الإيمان هنا ده حاجة طبيعية، لو حبتني ما أقدرش أعمل ما تقدرش.